أنا أستغل فرصة، أنا الآن فرحان بوجودي أن أتناول موضوع شبابي بامتياز يعني، وبالتالي لا أريد التركيز على الرياضة، ولكن أستغل هذا السؤال لدعوة الشباب الجزائري إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أنه يكون عنده دور فاعل ومتفاعل مع المحيط نتاعه، وإعطاء صورة خاصة للجمهور الذي سيشارك في يعني تنشيط هذه التظاهرات الرياضية، إلى أنه يعطي صورة إيجابية عن الشاب الجزائري، عن المواطنين الجزائريين الذين يرحبون بالضيوف واللي يتمتعوا بروح رياضية عالية.